مياه البحر الأحمر رجعت تغلي تاني، والأمواج رجعت للاضطراب لا يقل عن اضطراب المنطقة بعد ما أعلنت ميليشيا الحوثي عن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن بالصواريخ والمسيرات. وانتشرت على السوشيال ميديا مجموعة من المقاطع اللي قيل إنها للاستهداف ده، لكن تبين إنها قديمة وعمرها سنين. وكمان اتقال إن حاملة الطائرات الأمريكية انسحبت وهربت تحت نيران القصف، لكن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر نفى استهداف حاملة الطائرات الأمريكية واعترف بمحاولة استهداف مدمرتين دون أي إصابات. تفاعل كبير على السوشيال ميديا كان مع الخبر الحساس ده، واخترنا لكم بعض من التعليقات دي، وهنبدأها مع تعليق من حساب باسم عبد الهادي. عبد الهادي غرد وقال على منصة إكس: سياسة الطبطبة والترقيع مع ميليشيا الحوثي لا تجدي نفعا. وبرضو كان في تعليق من حساب باسم عبد الكريم غرد وقال: استعراضات الحوثي مثل حزب الله على الفاضي.